السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله رجال الفزعات، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله الشغل على قدم وساق. وهذه الليلة تسجل في التاريخ، والله تسجل في التاريخ صراحة، يعلم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المساء الجميل وفي استراحة الشيخ جابر فارسي في هذه الليلة المباركة. اجتمعنا لقاء معايدة في لقاء ترفيهي اجتماعي، فبادئ ذي بدء نبدأ بكلمة ترحيبية للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باسم أخي العزيز الغالي الكريم جابر بن حسن الفارسي صاحب هذه الاستراحة والتي تضم هذه النخبة المباركة،
الله بركاته. من سبقني وفى وكفى، ولكن وصلتنا الدعوة من أبو عبد الرحمن وصاحب الاستراحة. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المكان الطيب. ما شاء الله، كما يعني تلاحظون الآن من أكثر من محافظة من المنطقة ومن خارج المنطقة. جميع في استراحة الشيخ جابر الفارسي، عندنا الآن فقرة ضيوف اللقاء. ضيوف اللقاء. نظر نظر. نظر أبو عبد الرحمن نظر. مرحبا أنا. هذه هدية لك. وصل لك. الله يرفع قدرك. سلم سلم سلم. اسمع الفارس قلتها وشيوخنا حياكم الله عند طرق سارية. يا مرحبا والله يحيي ضيوفنا على الجمايل والحلوم الوافية. اسمع يا خالص قلتها وشيوخنا حياكم الله عند برق سارية. يا مرحبا والله يحيي ضيوفنا أهل الجمايل والعلوم الوافية. حياكم الله عند برق سارية. يا مرحبا والله يحيي ضيوفنا أهل الجمايل والعلوم الوافية. بسم الله